وأركان الجيش الوطني الشعبي. عرفت فعالية الاحتفال بعد الشرطة العربية المبرمجة على مستوى المسرح الجهوي كاتب ياسين بتيزي وز عدة أنشطة، وأبرزها قراءة رسالة المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل، وكذا عرض مختلف مهام الشرطة بالإضافة إلى تكريم وترقية أزيد من 77 شرطي إلى رتب أعلى. إذن خلال هذا الحفل تم ترقية 77 شرطي إلى رتب أعلى، كما تم تكريم عائلة شهيد الواجب الوطني وكذلك بعض الجمعيات. السقية لكل حال ستي قرصة خدمين خدام دي بروموسيون، جيتي برومو ان غراد سوبيريور. نشكر القيادة على كل حال، رأسهم السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني السيد مدير أمن ولاية تيزي وزو، وشكرا. كما تم بالمناسبة تكريم عائلة شهداء الواجب الذين ضحوا بالنفس والنفيس لخدمة الوطن. أسنيني صحة لو ما جا كي خدمة صافي بليزير بور تو الموند صافي دي بيان بور نو اوسي ميرسي بور لي كادو قاعد في كان كاين كونو كي حد ربي في الاول وكن الصار بي تاع فلوس يا ربي يا فوق المؤمن كامل من راس لهنا من راس توصرا من راس الصحة المؤمن كامل لا بوليس كي مالا. تحية تقدير واحترام لجميع أجهزة الأمن الجزائرية التي تعمل دائما وأبدا لحماية الوطن والمواطن.